الحسناء والنمر. أنا النمر، أنا النمر، أنا النمر. الحسناء والنمر فيلم اجتماعي خطير، مثير 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 ومثير جدا. الفيلم الذي جندت له أقوى الطاقات الفنية من إنتاج وتمثيل وإخراج. الحمد لله على السلامة ليلى. كمال، أنت كمال. كمال زي ما تخيلتك بالظبط. الحسناء والنمر فيلم يجمع بين الإنسانية الرقيقة التي تأخذ بمجامع القلوب واللا إنسانية المتوحشة التي تفسد المجتمع وتقضي عليه. الحسناء والنمر فيلم المواهب العربية واللبنانية الجديدة، يقدمها لكم المغامر الدائم مؤسس السينما اللبنانية محمد سلمان. أولا حصتي 25,000 اللي وعدتني بيها. صبرك شوية يا كمال، مش لما نخلص من الراجل ده. رجل الأمن، العين الساهرة على راحة الشعب وأمنه. طيب شو الداعي اللي خليك تعترف وتدلل على العصابي؟ لازم في سبب. نعم في سبب، قررت ان اعيش عيشة شريفة مهما كلف الأمر. والاعتراف اللي عندي مظبوط 100%؟ والله مظبوط يا حضرة المفتش. طيب شو صلتك بالمدموزيل الضريرة؟ دي خطيبتي وهي اللي شجعتني على الاعتراف وتسليم نفسي كمتهم. برافو. انه فيلم يختلف عن افلام الضاحكة الاولى التي قدمتها لكم، ففيه كل ما يطلبه المشاهد العربي من حب، رقص، غناء، تمثيل، ضرب، رصاص. طب الحسناء والنمر جمع أقوى البطولات العربية: نبيلة عبيد، نجوى فؤاد، عبدالله تيمور، وحيد جلال، جوزيف نانو، وداد جبور، والدويت الضاحك مرعشلي ومعلوف. مدير التصوير الموهبة الجديدة روبي برايدي. تم إعداد الفيلم في استديوهات هارون. القصة والسيناريو والحوار لحامل السبع بطيخات محمد سلمان. الحسناء والنمر يقدمه لكم محمد علي الصباح وينتجه فواز إخوان. التوزيع لجميع أنحاء العالم شركة بيترا فيلم بيروت.